اليوم قصتي بغيت نحكي مع كاع جميع المغاربه. انا تزوجت اخويا بهذا السيد 26 عام، 10 سنين الاولى كان كيصرف عليا مزيان بخير، 16 سنه دابا وانا تنصرف على وليداتي بوحدي، خدام وتنصرف على راسي. قال لي صرفي على راسك، يعني نبهني، قال لي غدقي المرار اللي انا دقتو، اللي انا 26 عام وانا تنصرف عليك حتى انت غتجربيه. انا خويا هاد الوليدات انا اللي هزيتهم، الاولى ما قراتش، خرج عليها تضربها تعنفها تخرجنا في نص الليل، زد عليهم الثانيه كذلك حتى هي كيلقي عليهم الرشاشه، كيدخلهم الحمام وكيطلق عليهم الرشاشه. زد عليه خويا الوليد الاخر حتى هو كذلك، كان مرض ليا ونعس ليا في السبيطار بداك الخوف ديال الاب ديالو اللي كان كيدير ليه فلقه في الرجلين ديالو وكيعلقهم، كان كيهزهم في الكرسي وكيعطي العصا مزيان، ولو كيشوفوه كيتخلعوا فاش تيدخل هو خويا من الخدمه كيتخلعوا ليا الوليدات. زد عليهم زائد البنت الاخرى حتى هي كذلك، حتى هي الضرب والعنف. لا حاولت هاد السيد اصلا نيتو يعني ما تعطيهاش ليا، واخا يجيب الكثير واخا يجيب القليل ما تيورينيش حتى انا كاي امراه كما الزوج ديالها كيدير ليها والو. هاد السيد بحال لا مشارك انا عير هذاك العقد صافي، يعني هو تيشوف في قنت وانا كيزيد حقدني عليه. علاش هاد السيد كيزيد حقدني عليه؟ حيت بالافعال ديالو. علاش الوليدات ديالو كرهوه؟ كنقول ليه واش ما سولتيش نفسك علاش؟ حيت هاد الوليدات يعني ما عاملتيهمش مزيان، الدري خسرت عليه عرمت فلوس دخلته السونتر، يعني كتعنفي وكتجري عليه وكتسبي وكتقول ليه خرج قلب ليا على راسك، ما تبقاش جالس ليا هنا تاكل ليا في الخبز. زيد زائد البنيه الاخرى حتى هي، زيد زائد البنت الاخرى، يعني وليداتي شويه يعني البنيات ما كانوا غيخرجوا ليا. ما قراوش يا خويا، ضيعهم ليا، ضيع ليا وليداتي ما قراوش. كنشوف الناس كيبقى فيا الحال، كنقول علاش ولاد عمامهم قراو، علاش هما ما قراوش، علاش هاد الوليدات ما مكسيينش، علاش ما مصبطينش؟ راه انا اللي محنا عليهم، الا ما جبتش لهم انا الخبز ما يجيبوش. الا تصور معايا الا جاب شي حاجه بعد المرات كيحسبها، الا حطها في الثلاجه والله شاهد عليا الا كيحسبها. عمركم شتو عباد الله الخضره الا جاب شي كيلو ديال شي حاجه كيحسبوا؟ عمركم شتو عباد الله الخبز كان كيخبيه على ولادو؟ فين كاينه؟ فين كاينه هادي؟ اقول يا خوتي المغاربه فين كاينه هادي؟ حملت بهاد الوليد الاخر، يعني جلست ما بقيتش خدامه. حيت علاش؟ حيت مرضت بهاد الوليد الاخر، مني مرضت، يعني كيعنفني كيسبني كيقول لي بقاي تما حتى تموتي، كيقول لي الطبيب راه هاد السيده راه مريضه وغتقدر اما هي اما البيبي اللي في كرشه، كيقول لي جلسي تما حتى تموتي، اللي مرض يجلس تم. الطبيب ديالي الله يكثر خيره يعني ثلاثه المرات ما تيتخلصش من عندي، كيتعاون معايا. ورغم ذلك نهار بغيت نفتح يعني بنت كنبكي، واحد البنت ديالي عطاتني 30000 ريال، والجارة ديالي صاحبتي بحال اختي الله يكثر خيرها عطاتني حتى هي 30000 ريال، عطيته 60000 ريال باش دخلت لهاد الكلينيك يعني باش ولات سيزاريه. مني ولات سيزاريه قال لي هاد السيد انا هاد الفلوس انا حاسبهم عليك. قلت لي حتى انا دين في رقبتي ما غيبقاو عندي، الا طول لي ربي العمر ما غيبقاوش. في منا تنوض تيقول لي راه انا ولدتك في كلينيك خصك تعطيني الفلوس ديالي. كاين شي راجل اخويا مرته تولد ويقول لها ردي لي الفلوس ديالي اللي انا صرفت عليك؟ كاين اخويا هادي؟ فين كاين هادي؟ رغم ذلك قتلني بالجوع والنوع. علاش انتقم مني؟ حيت انا خلص عليا الكماله ديال كونينيكو فتحت خلاني بالجوع، بعد ما درت 3 شهور بقى مريضه ومرضت لي نبول وكنت طحت في مشاكل، خرجت نقلب على خدمه، خدمت عند واحد الناس الله يكثر خيرهم ربنا يكونوا نيت حتى يشوفوا فيا. هادوك الناس هما اللي عاونوني في هاد الولد الصغير، انه هاد الولد الصغير ما رباش هو وما كساش ما صبطوش ما عرفش اشنو عنده ما داش للطبيب. حاليا الوليدات مكسيين وهاد الولاد ما مكسيينش، عمرو ما كساهم 16 عام ما شافوش الكسوه ديالو. هاد الولد الصغير كندير الخدمه كنحطو كينعس في الخدمه، وطلبت مول الشي وقلت لي شوف اخويا انا باغا نخدم على وليدات انا ما عندي ما ناكل ما نشرب وانا والده سيزاريه. كيتعاون معايا هو واحد السيد الله يكثر خيرهم والله يجعلها لهم في الميزان المقبول، يعني الحليب الكوش كل شيء، حتى وصلت لهذا الوليد لهذا القد اللي هو فيه، يعني ما عرفنيش بصفه عامه. هاد الناس اللي كنت خدامه عندهم ساعدوني فلوس حوايج ماكله شراب لحم اي حاجه اللي كيخص المراه ساعدوني بها. يعني هاد السيد كان عنفني واحد الوقت هاد يعني هذاك العام اللي داز العيد الكبير
وضربني وسبني، وكان خرج لي ولدي للزنقه. قلت لي لا خرج ولدي، يعني راجل حتى انا غنخرج. يعني هذا السيد دائما كيقول لي خرجي لالك غنجيبها، انها كاينه احسن منك اللي غتجي. شكون هذه اللي احسن مني؟ اخوتي وغتعيش في هذا الدل اللي انا فيه. شكون؟ كنقول لي علاش انا، شنو ناقصني؟ كيقول لي كاينه لالك. يعني كيعنفني بالهضره ديالو، ما نقدرش نحكم. ولكن هذا السيد مهما كان كيطيح من الزوجه ديالو، الا اضرار تكون كاينه حقيقيه. خرجني ملي خرجني مع جوج الليل ولا ثلاثه الليل، خرجني في العيد، خرجت صافية هذيك، حلفت باش ما رجعش عنده. هزيت المهمه ديالي، مره كبيره مسنه ما كتشوف ما حتى شي حاجه، مريضه حتى هي بمرض القلب. هزيتها خرجت شكريت، حتى شي واحد ما شدني اخوتي، حتى شي واحد ما بغاني. يعني انا عشتي مع امي اللي رباتني وتمحنت عليا وتعذبات عليا، عشتي مع اخوتي. كريت، مني كريت قلت انا ويا في المحكمه، دعيته عندي كل شيء الوراق ديالي ديال المحكمه، قلت لي طلقني. كيقول لي حق انا ما نطلقكش، حق انا باغي ولادي، انا كنموت على ولادي وانا حق باغيهم ونقتل عليهم وندير عليهم. ولكن مني جربت داك العام وخرج، وحاليا كريدي تيتسني ديال الكرا بقى، دابا حاليا كتجي عندي السيدة 4 شهور وعاد زيدوا الموضو وقطر عليا خويا، شع عليا وسط الماء، كنشد واحد القنت كنشد في وليداتي وتنجلس وكنقول الحمد لله حيت هادشي اللي بغى لي الله. ولكن مرتاحه من جهته هو، واخا تعذبت جعت وتحفيت وتعريت، ولكن بفضل الحباب حتى شي حاجه ما خصاتني. بديت معاه من ازيرو، وفلوس والديا وفلوس الام ديالي خدمات عليه، تمحنات عليه، تعذبت عليه، شديت حقي. كيقول لي اشنو عطيتيني؟ راك عطيتيني 100000 ريال، ولو نكون عطيتك انا 100000 ريال، هذيك التضحيه اللي درت معاك راه هي كل شيء. هي كل شيء اخويا، ما عليناش اخويا. رجعت قلت واخا، تشاورت مع الناس قالوا لي صافي، الهضره اللي عطى للناس اللي رجعوني واللي قال ليهم ماشي هي اللي عطاني دابا. يعني فاش رجعت هذيك الهضره والكلام اللي عطاني هي اللي كنت معاه فيها عايشه نفس المشكل، وما ربنا دابا تكون عاوتاني كثر. واخا رجعنا خويا، يعني هذا السيد بحال دابا مثلا كيبغي حاجه راه كيضحك معايا، اجي من هنا مدامه كذا كذا، يعني غير كيقدم مصلحته فيا هذا السيد صافي كيقلب عليا وجهه. يبقى على الدري سير تخدم، سير هادي سيدك راه خدمه موجوده فينا يا خويا، هاد الخدمه قول لي فين هاد الخدمه هادي. الحاجه كاع من هادشي كامل، فاش تهرست لي الدريه مشات عند واحد البنت زلقات في الدروج طاحت، فاش طاحت يعني انا كنصحبها وتو كنقول راه متيه، وانا الله شاهد عليا كنقول لها اما شوفي بنتي، يعني انت عامره تبارك الله وغليظه، عندك طيحه الا طحتي بنتي ما عنديش باش نكون معك، حيت انا يلا لو وكلتكم هذا هو الافضل. زلقات اخويا في الدروج طاحت، لا هو ما كانش فجدري، يعني هذيك الساعه فاش هزيتها انايا رجلها منفوخه قداشني هي، الناس تما كيقول لي مرسه، كنقول لهم انا الله شاهد عليا انا ما عندي ما ندير، لا طاحت غتبقى تهم، حيت انا ما عنديش اخويا ما نكذبش عليك، حيت تقهرت. واش وحده بحالي بحالكم راجل قدو قدو شنو هو تقهر اش من الحياه. خليتها مسكينه بقات 3 ايام، فاش بقات 3 ايام هزيتها واحد السيده الله يكثر خيرها، قالت لي شوف البنت راه مرسه، انا الرجل راك حالت ليها. قلت لها شوفي اختي انا راه ما نكذبش عليك راه ما عندي حتى شي درهم. ويقول لي واخا بلاتي، تسنات الزوج ديالها تجهزوها في الطوموبيل، يعني داتها لقيت الدريه مرسه. فاش لقيت الدريه مرسه تصدمت انا تما، ويقول لي مسكينه ازاي دري لها الجبيره وهادي، كنقول لها راه ما عنديش حتى شي درهم، راه ما عنديش. المهم عيطت واحد السيد، يعني جا هو فاش جا يعني شافها ويقول لها مالكي، قالت لي انا طحت زلقت في الدروج، ويقول لها غز الله فيك بحال ما هكا، هذاك راه التزريط ديالك. الصباح فاش هي مسكينه فاقت وبغات تمشي للطواليت دخل، يعني حيت ما كتقدش تزيد كتحبو قبل ما نجيب لها الكاكس كتحبو، ويقول لها حول الله فيك يعني حتى تشللتي ربي قردك عاد وليتي غدا كتحبو. واش كاين اخويا شي اب بغى يقول بنته بحال ما هكا؟ التليفونات كنعيط، حتى شي واحد ما بغى يسلفني، حتى شي واحد ما بغى يعطيني، اي واحد كنقول له عطيني كيقلب عليا وجهه، اي واحد كنقول له كيقول لي ياك باها كاين، كنقول له راه انت با، ولكن راه انا بحال ما عنديش، انا الراجل بحال ما عنديش، ما تبقاش تقولوا لي راه الراجل عندك، حيت انا راه بحال ما مزوجاش، انا غير
وكان انا زعني الله ونقول يا ربي تصبرني يا ربي تكون معايا حيت انا عييت. القبص فاش بغيت نديرو لا مشيت تسوز قالوا لي 24 واحد السيد الله يكثر خيره صيفط لي فلوس القبص بلا ما ذكر الاسم ديالو. مشيت درت لها القبص ملي درت لها القبص الطبيب تعاون معايا عطاني اخويا اللي باري اللي خصها تدق وكيتعاونوا معايا الناس يعني اشنو هاد الراجل والو اخويا راه غير الناس يعاونوا اخويا تعاونوا معايا انا بغيت لو وصلت للطلاق انا كنقول لك تنقى معذبه ونبقى حنا معاه الا وصلت اخويا للطلاق غير نطلق. ولكن حاجه وحده اللي تنقول انني ما غنخرج لي من الدار ولا ونموت شي واخا كيهددني بمن غنحرقك انت والدار ما عنديش اخويا حتى ديك الدار انا اللي درتها ماشي هو اللي دارها حيت انا ديك الدار غنقسمها معاه غنجلس معاه حيت ما نعاودش نخرج ثاني للكرا ونتعذب ثاني في الكرا.